معي عبر الهاتف من اسطنبول فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. إذا محرقة الجثث ودمشق تنفي طبعا، ولكن الأدلة لدى واشنطن كثيرة طبعا، على رأسها موضوع البناء الذي تم تشييده منذ عام 2013 بجوار السجن. ما مدى أهمية هذه الأدلة من الناحية القانونية؟ طبعا هي النظام هو يحاول اخفاء الادله قدر الامكان، وهنا يعني ياتي دور السوريين والمنظمات السوريه وايضا كل من يساعد في جر نظام الاسد الى العداله والى ايقاف هذه المحرقه بشكل اساسي. طبعا هذا ايضا يسلط الضوء على ما يقوم به نظام الاسد من ماذا يفعل بالجثث، وهذا ايضا كان سؤال كبير، لانه كميه الجثث في سوريا الذين قتلوا بسبب التعذيب هي كبيره جدا، وخاصه اذا علمنا انه اغلب اللي هم المعتقلين بسجن صيدنايا اهلهم لا يعلموا عنهم شيء، يعني ما في اعداد مستقبليه قصريا اصلا. وبالتالي هذا يكشف عن مصير الجثث، وخاصه كما يعني بين تقرير منظمه العفو ان يعني عمليات الاعدام شنقه التي كانت تتم في المبنى الابيض ينقلوا من المبنى الاحمر الى المبنى الابيض، وهناك كانت تتم عمليات الاعدام يوميا، وبالتالي اين تذهب هذه الجثث؟ هذا هو السؤال الكبير. طيب في سيد فضل، في اصوات كثيره لانه من عندك سيد فضل، اهميه ان تصدر هكذا ادله من دول أيضا، ماذا تضيف لكل هذا الرصد من قبل الشبكات والمنظمات الحقوقية؟ يعني هو الهدف الأساسي أول شيء أنه يتم ردع هذا النظام عن الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، هذا الهدف من الرصد، لأنه الآن ثبت على النظام، يعني ليس الآن لكن هو الآن يعني بمعنى الاستمرارية، وما زال يرتكب، وما زال يعني لا يوجد لدينا أي سبب لنقول انه النظام مثلا اوقف عمليات الشنط او اوقف عمليات حتى حرق الجثث بعد هذا الاكتشاف. وبالتالي لابد من التقدم الان خطوه الى الامام، وهذا هذا المجرم الذي لا يوجد له شبيه، وهذه هي الرساله الاساسيه من الخارجيه الامريكيه، وهي رساله حاده الى من يدعم النظام من روسيا وايران. كل الرصد سيتم العمل عليه، يعني مع هذا الذي صدر اليوم نتحدث كما قلت، في حتى منظمة العفو الدولية تقرير شباط الماضي تحدثت بأنه 20 إلى 50 يشنقون أسبوعيا بسجن صيدنايا. إلى أي درجة هذا الموضوع نهائي أو ممكن لنظام الأسد أن يحاول الهروب، خاصة بأنه وزارة الخارجية كما صدر عنها اليوم سمت هذا رواية هوليودية؟ لا يمكن لنظام الأسد أبدا أن يهرب، يعني الأدلة هي تحاصره من كل مكان، والوقائع والشهود والتقارير، وهي مثبتة عليه بتقارير منظمات حقوقية محلية وأيضا دولية وأيضا لجنة التحقيق الدولية. لكن نحن نطالب أن بأسلوب معين، لأن روسيا هي ستمنع التدخل عبر مجلس الأمن، وبالتالي لابد من إيجاد يعني طريقة معينة لإيقاف هذه المحرقة السورية، لأنه النظام هو حرق سوريا كلها، حرق المساجين ويحرق التعذيب ويحرق بالبراميل، وهو مستعد لإبادة يعني كل سوريا في سبيل البقاء بالحكم. هذا ما نطلبه، وكانت الإدارة الأمريكية واضحة من وجهة نظرنا أكثر وضوحا هذه الإدارة من إدارة الرئيس السابق أوباما الذي لم يفعل شيء سوى إطلاق التصريحات. وتدخلت في ضرب مطار الشعيرات، وهذه أيضا من وجهة نظرنا أنها تأتي تكملة لاستراتيجية تتبعها هذه الإدارة. طيب سنرى حتى إذا كان سيكون هناك أي تغيير في نتائج النسخ التي تعقد دائما إن كان أستانا أو جنيف، نناقش هذا أيضا في حلقتنا. شكرا لك من اسطنبول سيد فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.